يعني ارتباط المعقولية الصورية بالمعقولية التجريبية في كل من الفيزياء والبيولوجيا وحتى في العلوم الإنسانية. وعندما نتحدث عن المعقولية الصورية فإننا يعني عادة ما نهتم بالرياضيات والمنطق ونركز بالخصوص على يعني مسألة الرياضيات نظراً لأهميتها في العلوم الأخرى منهجاً ولغة. تعرفون أن المنهج في الفيزياء وحتى في البيولوجيا والعلوم الإنسانية أصبح الآن يعمل منهج الرياضة. ثم أن اللغة الرياضية هي أيضاً حاضرة في الفيزياء والبيولوجيا والعلوم الإنسانية نظراً لمدى ما تتسم به اللغة الرياضية من دقة ووضوح وضبط، وهي الدقة والوضوح والضبط التي تسمح بتجنب ما هي عليه اللغة العادية من لبس وقابليات متعددة للتأويل وغيرها. فالرياضيات كما الخامس قبل الميلاد، قبل ذلك كانت الرياضيات يعني الرياضيات المصرية غير علمية بحكم كونها تتصل بالمنفعة اليومية، تجارة، الفلاحة، قيس الأراضي، قيس مستوى فيضان الأنهار إلى غير ذلك، توزيع الممتلكات وغيرها من المعاملات اليومية. مرحلة التشكل الصوري أي مرحلة العلومية كانت منذ القرن السادس قبل الميلاد في الحضارة اليونانية. عندما نتكلم عن التشكل الصوري نتكلم عن يعني تحدد الرياضيات كعلم، أي ضبط خصوصياتها المنهجية، وهو ضبط يقوم على تحديد المبادئ الأولية التي يتبعها الرياضي في عملية التفكير أي في بناء نصته الرياضي عموما. وهذه المبادئ هي البديهيات والمصادرة ثم التعريفات. وما يعنينا من هذه الخطوات الثلاث، البديهيات والمصادرات والتعريفات، هو كونها تتصل بنوع من التمييز في صلب قضايا البرهان بين قضايا يعتبرها الرياضي بديهية وأخرى غير بديهية. قضايا البديهية هي القضايا التي تفرض نفسها على العقل، هناك من يعتبرها فطرية، هناك من يعتبرها ضرورية إلى غير ذلك. يعني ما يعنينا قلت هو أن المنهج الرياضي القديم أصبحت مجرد فرضيات قابلة للبرهنة وقابلة للتدليل. من ذلك مثلا بديهية أن الكل أكبر من أجزاء، الكل أكبر من الجزء، كان يعني المفكرون ينظرون إليها على أنها قضية لا تحتاج إلى برهان، حتى أن البرهنة عليها عملية تفضي إلى تناقض منطقي، أن البديهية هي ما كان بالضرورة واضحا بذاته ولا يحتاج إلى دليل وإلى برهان. فالكل أكبر من الجزء بعد أن كانت بديهية في الرياضيات التقليدية أصبحت في الرياضيات المعاصرة مجرد فرضية قابلة للبرهان. وقد برهن جورج كانتور على أن هذه البديهية ليست بديهية وإنما هي مجرد فرضية حين بيّن في نظرية المجموعات أن الكل يمكن أن يكون أصغر من الجزء. بعد أن كان الكل أكبر من الجزء أصبح أصغر منه. وتعرفون كيف أنه يعني أخذ مجموعة من ثلاث عناصر وبيّن أنها يعني تنقسم إلى مجموعات أخرى في سوزونسون، مجموعات يعني فرعية عددها يعني 8، يعني المجموعة الأم تتكون من 3 عناصر والمجموعة الفرعية تتكون من 8 عناصر، وبين أن الكل أكبر أصغر من الجزء. كما بين يعني الآخرون أن الكل يساوي الجزء، وأخذوا مثالا على ذلك الأعداد الطبيعية، وهي أعداد يعني لا حصر لها وعددها مساو للانهائي، وأن يعني الأعداد الزوجية كفرع أو كجزء من الأعداد الطبيعية عددها أيضا يساوي يعني عدد الأعداد الطبيعية باعتباره لا نهائيا أيضا. ولهذا يعني تبين لنا كيف أن ما كان بديهيا في نسق ما أصبح في نسق آخر غير بديهي. فالكل أكبر من الجزء قضية صادقة في نسق رياضي، والكل أصغر من الجزء قضية صادقة في نسق رياضي آخر، والكل يساوي الجزء هي أيضا قضية صادقة في نسق رياضي ثالث. ولهذا يعني الاستنتاج الأول
هو أن عملية المراجعة هذه، عملية المراجعة النقدية لبداهة البديهية أفضت إلى نتيجتين على الأقل. النتيجة الأولى هي أننا يجب علينا أن نراجع المنهاج الرياضي الكلاسيكي الذي يقوم على التقسيم والتفاضل والتمييز في صلب قضايا البرهان بين قضايا بديهية وقضايا غير بديهية، باعتبار أن مسألة البديهة هذه مسألة أصبحت تحتاج إلى يعني مراجعة وتحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى المستوى الثاني هو أننا عندما نقول أن قضية ما سابقة فهي سابقة في إطار معين، فالصدق هنا ليس صدقا مطلقا، صدق القضية إذن لا يفرض نفسه بصورة مطلقة على العقول، وإنما هو صدق يتحدد داخل مرجعية ما. فالمراجعة النقدية إذن لأسس البرهان الرياضي التقليدي أفضت من جهة ثانية إلى أن مفهوم الحقيقة هو مفهوم إنما يرتبط بمرجعية معينة أو بنسق معقولية محدد، يعني لا يمكن للحقيقة أن تكون حقيقة مطلقة في كل الحالات، وإنما هي حقيقة نسبية باعتبار أن حقيقة الحقيقة أو حقيقة أو صدق النتيجة إنما هو صدق يتوقف على جملة من الفرضيات أو جملة من الأوليات، وعندما نقول أوليات نقول إنها مجرد فرضيات أو مواضعات يختارها الرياضي اختيارا حرا. يعني المكسب الأول هو أننا يجب علينا أن نراجع المنهج الرياضي التقليدي أو المنهج الرياضي الكلاسيكي، ونعيد النظر في هذا التمييز كإجراء اتخذته الرياضيات التقليدية. ثم من ناحية ثانية يجب علينا أن نعيد النظر في يعني إطلاقية الحقيقة. فالعقلانية المعاصرة هي عقلانية غير متحجرة باعتبارها تؤمن من جهة بإطلاقية الحقيقة بحكم ارتباطها بنسق معين، وتؤمن من جهة ثانية بنسبية الحقيقة باعتبار أن صدقها إنما يتوقف على انتمائها إلى نسق من المعقولية محدد. المكسب الثالث هو أننا عندما نقول أنه بإمكاننا في منهجه وصوره أيضا في نتائجه نقول إن يعني العقلانية التجريبية مثلا في الفيزياء اليوم أصبحت تنفو هذا المنحى وأصبحت تنزع هذا المنزع أيضا، باعتبار أن الفكر البشري في تعامله مع الطبيعة لم يعد تعامله تعاملا حسيا، شأنه شأن يعني الأنظمة يعني التفسيرية القديمة كالتي نجدها في الأسطورة أو نجدها في الفلسفة أو حتى في الفيزياء القبل علمية. الفكر البشري اليوم بحكم إيمانه بالقدرة على الخلق والقدرة على الإبداع والقدرة على التنمية لم يعد ينطلق من الطبيعة وإنما أصبح ينطلق إليها. عندما نقول ينطلق إلى الطبيعة فإننا نعني بذلك أنه قبل أن يفسر العالم، قبل أن يفسر الظواهر الفيزيائية أو الظواهر البيولوجية أو الظواهر الاجتماعية يعد لها إطارا نظريا، والإطار النظري هنا هو إطار رياضي. يعني لا يمكن أن نفسر ظاهرة من الظواهر كسقوط الأجسام أو غيرها من الظواهر الطبيعية الأخرى دون أن ننطلق من نموذج وقع إعداده، وإنما أصبحت تنطلق من المكان المجرد بعد أن تبرهن على نتائجها رياضيا، تحاول فيما بعد أن تتحقق من صحة هذه أو من صدق هذه النتائج تجريبيا، بحيث أصبح مقياس الصدق في الفيزياء يعتمد كأساس أولي البرهنة العقلية. عندما نقول البرهنة العقلية معنى ذلك أصبحنا أن العلماء أصبحوا يتعاملون مع مواضيعهم، لا أقول المعطاة، وإنما مع مواضيعهم المنشأة تعاملا تجريديا تعاملا رياضيا. يعني أصبحوا يتعاملون مع يعني الظواهر الطبيعية كتعامل الرياضي مع منتجات، باعتبار أن الرياضيات لا تتعامل مع موضوعات معطاة وإنما تتعامل أساسا مع موضوعات منشأة. فالموضوع الرياضي بين قوسين لا وجود له إلا في الذهن باعتباره يعني إنشاء عقلي وباعتباره إنتاجا صوريا.
ولهذا نقول ان الفيزياء ايضا استبدلت المكان المحسوس بمكان مجرد وبمكان متدهن، ولهذا تجاوزت يعني التقدير الكيفي، التقدير الخفيف القوي الضعيف بتقدير كم، يعني اصبحت اللغه الفيزيائيه ايضا لغه رياضيه، واصبحت نتائجها في شكل معادلات رياضيه، ولهذا يعني اصبحت الفيزياء اليوم عقلانيه مطبقه، عقلانيه باعتبار انها تشتمل على قوانين رياضيه ولكنها مطبقه بمعنى انها تنطبق على الواقع، وهو الانطباق الذي سمح للانسان بان يتحكم في ظواهر الطبيعه، باعتبار ان سيطره الانسان على الطبيعه وتحكمه فيها انما هي عمليه تستوجب اساسا معرفه قوانين الطبيعه. لا يمكن ان نسيطر على الظواهر الطبيعيه، لا يمكن ان نتحكم بها، ولا يمكن ان نسخرها لصالحنا الا اذا عرفنا قانون. فالمعرفه العلميه شرط ضروري اذا لانتقال الانسان على المستوى العملي. قد راينا ان الانسان انتقل على المستوى النظري من يعني وضعيه كان فيها خاضعا لسلطه الحقيقه، كان فيها يتبنى الحقائق ويتقبلها جاهزة، إلى وضعية أخرى أصبح فيها قادرا على إنتاج الحقيقة وأصبح فيها حرا إزاء الحقيقة. على مستوى عملي انطلق من وضعية كان فيها خادعا لسلطة الطبيعة خائفا منها ينظر إليها كقوة غريبة ومغربة، أصبح الإنسان اليوم ينظر إلى الطبيعة على أنها مجال يمكن استغلاله ويمكن الاستفادة منه. سنركز اساسا على يعني المكاسب الفلسفيه للمعقوليات الثلاث، يعني المعقوليه في العلوم الصوريه والمعقوليه في العلوم التجريبيه ثم المعقوليه في العلوم الانسانيه. قلت اذا يعني ان المكسب العملي للتحول الذي طرأ على الرياضيات هو أننا عندما أصبحنا نتعامل في المجال الفيزيائي مع الظواهر الطبيعية، يعني الظواهر المحسوسة تعاملا رياضيا، انتقلنا من مستوى النظر إلى الطبيعة كقوة غريبة وكقوة مغربة للإنسان، كقوة مخيفة، إلى مستوى النظر إليها على أنها ظاهرة يمكن تفسيرها وبالتالي يمكن استغلالها والاستفادة منها. فانتقل الإنسان من وضع كان فيه يؤلف الطبيعة ويعبدها ويتقرب إليها بالقربين إلى وضعية أصبح يتحكم فيها ويسخرها لصالحه، وهذا يعني التحكم في الطبيعة كان أساسا مرتبطا بفهم الطبيعة فهما عقليا وتفسيرها تفسيرا يعني علميا وصياغة قوانينها صياغة رياضية. فيعني انتقل الإنسان إذن حسب هذا المستوى إلى نمط من المعرفة جديد هو النمط العلمي، متجاوزا بذلك نمط التفسير الوهمي أو التبريري للطبيعة، ثم انتقل من وضع كان فيه خادعا للطبيعة خائفا منها مؤلها لها في بعض الأحيان إلى وضع أصبح فيه متحكما في الطبيعة سيدا عليها وآمرا وناهيا أيضا. إذن هذه المكاسب النظرية والمكاسب العملية للتطورات التي عرفتها الرياضيات، إضافة إلى ما صاحب ذلك من تحولات وتبدلات على مستوى جملة من القيم. الإنسان كان ينظر قديما قلنا إلى الحقيقة على أنها قيمة ثابتة وقيمة مطلقة، فأصبح ينظر إليها الآن على أنها قيمة تنتج ويعاد إنتاجها باستمرار، وبذلك فهي قيمة نسبية وظرفية، وهي ظرفية ونسبية لا تتعارض مع قولنا أيضا إطلاقية الحقيقة، باعتبار أن الحقيقة دائما نتيجة تنتمي إلى نسق معين هو الذي يحدد شرط معقوليتها وشرط قبولنا لها. إذن هذا التوجه الرياضي الذي أصبح يسيطر الآن على التعامل مع الطبيعة انعكس كذلك على مرجعية أخرى وهي مرجعية بيولوجية. المجال البيولوجي الآن أيضا أصبح العلماء يتعاملون معه تعاملا رياضيا جهيدا، بحيث لم يعد البيولوجيون يعني علماء الحياة
ينطلقون من ظواهر معطاه، ظواهر طبيعيه، ظواهر يجدها البيولوجي في الطبيعه كما هي عليه، وانما اصبح البيولوجي الان يتعامل مع ظواهر منشاه. عندما نقول ظواهر منشاه معنى ذلك ان البيولوجي اليوم لا ينطلق من الطبيعه القائم كما هي عليه بالفعل، وانما ينطلق من الطبيعه بعد ان يكون قد نقلها الى المخبر. ونقل الطبيعه الطبيعيه من مستوى الطبيعه، من مستوى يعني المباشر الى مستوى يعني المخبر، هو نقل يجعلنا ننظر الى هذا التعامل على انه تعامل مع ظواهر منشاه. العالم البيولوجي اليوم يتعامل مع الثقافه ولا يتعامل مع الطبيعه يعني الماده الحيه. فسنرى كيف ان داروين لا ينطلق من يعني الطبيعه، وانما ينطلق من فرضيات، لا ينطلق من الواقع البيولوجي كما هو عليه، وانما ينطلق من فرضيات ويقدم تفسير مؤقت لجمله من الظواهر يعني شكل الكائن الحي الى غير ذلك، ويقوم فيما بعد بجملة من التجارب وجملة من البحوث، ويعتمد على جملة من الخبرات التي يقدمها له علماء اللغة أو يقدمها له علماء التاريخ أو علماء يعني الكيمياء وعلماء الفيزياء، ينطلق من كل هذه التجارب ليصوغ نظرية. وفعلا قد صاغ نظرية في مجال يعني علم الأحياء تعرف بتاريخ الأنواع، وسنتعرض لهذا تفصيليا في يعني خلال الدروس. ما يهمنا الآن هو أن يعني الفكر العلمي اليوم لا ينطلق من الطبيعة كمعطى خام، وإنما ينطلق إلى الطبيعة، وهي شأن ميزة قد مده بها الفكر الرياضي. الفكر العلمي في مستواه يعني التجريبي سواء كان فيزيائيا أو بيولوجيا أو حتى إنسانيا، يعني قد تبنى المنهج الرياضي، وهو منهج فرضي استنتاجي، ويتمثل في الانطلاق من فرضيات ثم يعني بناء أو قيام جملة من التجارب واستنتاج جملة من النتائج أو جملة من القوانين. ولهذا يعني كثيرا ما نتعرض إلى جملة من الاعتراضات مثلا على الداروينية، أو جملة من الاعتراضات على المنهج البنيوي مثلا في العلوم الإنسانية، أو التحليل النفسي في العلوم الإنسانية، أو غيرها من الأبحاث العلمية الأخرى، وهي اعتراضات لا تنقص من قيمة يعني العلم شيئا، باعتبار أنها خصومة يجب أن تؤخذ بالضرورة على أنها خصومة فلسفية وليست خصومة علمية. ولهذا فصدق نتائج داروين أو صدق نتائج فرويد أو صدق نتائج دوسوسير أو غيرهم من العلماء، إنما هو صدق نظري بدرجة أولى، هو صدق يخضع للبرهن العقلية قبل أن نمر إلى مستوى آخر وهو الصدق العملي، وهو مستوى يرتبط أساسا كما ذكرنا باعتبارات عملية. ولهذا يعني مسألة التحقق التجريبي من النتيجة التي ثبتت علميا أي برهانيا أي رياضيا في مستوى الفيزياء أو في مستوى البيولوجيا أو في مستوى العلوم الإنسانية، إنما هو أساسا يرتبط باعتبار منفعة، وذلك لأن المباشرة الفلسفية اليوم أو المقاربة الفلسفية اليوم للعلم أصبحت تفصل بين مستويين، بين مستوى العلم تحاول أن تستخرج القوانين أو أن تحددها، وهي علاقات ضرورية يعني تنظم الظواهر وتحكمها، إلى مستوى آخر أو تفصل بين مستوى آخر، وهو مستوى التعامل المنفعي مع العلم. فالمجتمعات الأخرى يعني ازدهار العلوم الاجتماعية أساساً هو ازدهار يرتبط بظرفية تاريخية ميزت الغرب، وهي يعني تكالبه على يعني إيجاد مستعمرات لاعتبارات اقتصادية وسياسية وغيرها. سوف لا ندخل في هذه التفاصيل، وإنما ما يعنينا بالذات هو أن العلوم الإنسانية أصبح العلماء أيضا يحاولون في مستواها اتخاذ أو اتباع منهج رياضي. تعرفون مثلا استعمال المنهج البنيوي في العلوم الإنسانية هو استعمال يرتبط أساسا باحترام شرط الموضوعية كشرط تستوجبه المعرفة العلمية، وهناك خصومات
وهذا يؤكد يعني كيف أن الرياضيات اليوم أصبحت تغزو جميع المجالات الإنسانية. حتى الإنسان يعني لم يعد يعامل كظاهرة، وإنما أصبح أيضا بالإمكان دراسة ريالية، أي اتباع المنهج الريالي إلى شعب الأداء، وهي مسائل تعني بالضرورة الشعب العلمية أو الشعب الاقتصادية أو غيرها، ولا تعني يعني شعبة الآداب. هذا يعني الشعور أو هذا التصور في تقديري لا أساس له من الصحة، ولا وهو شعور لا مبرر له، وإنما يجب علينا أن نبحث عن الحضور الفلسفي في كل هذه المسائل. وترون كيف أنني حاولت يعني قدر الإمكان أن أركز على بعض الاستثمارات الفلسفية، خصوصا في مستوى كوننا بينا أن الذات أصبحنا ننظر إليها على أنها ذات حرة إزاء الحقيقة، ننظر إليها على أنها ذات مبدعة لا تقبل الحقائق، جاهزة ذات يعني غير منفعلة. التنبؤ يعني تتيح يعني تفسير يعني العالم تفسيرا ميكانيكيا، اعتبار العالم ماكينة تعمل وفق نظام محدد لا يمكن أن تخرج عنه أبدا. يعني نستطيع أن نعرف ماذي الظاهرة وحاضرها لنتنبأ بمستقبلها. عملية التنبؤ هذه هي عملية تفرض تفرض نمطا من السلوك الميكانيكي أو نوع من النشاط الميكانيكي الآلي الثابت، وهو نمط يتعارض مع تصورنا للإنسان كذات حرة. يعني اعتماد المنهج التجريبي هو اعتماد يفضي بنا إلى تفسير الطبيعة ميكانيكيا. عندما نسحب المنهج التجريبي على الإنسان معنى ذلك أننا نفقده حريته، والإنسان حرية أو لا يكون. إذن هل أن الحرية قانون يحكم المجتمع الإنساني أم هو اعتبار ذاتي؟ هل الحرية إن شأن مبدأ يحكم الإنسان أم هو جهل بالنظام وبالضرورة وبالقوانين التي تحكم الإنسان؟ تعرف كيف أن سبينوزا قال إن وهم الحرية منشأه الجهل بالضرورة. يعني حين نعتقد أن الإنسان هو مجال الحرية، فاعتقادنا هذا مبني على جهلنا بأن الإنسان يحكمه نظام شبيه بالنظام الذي يحكم الطبيعة في شكلها البيولوجي أو في شكلها الفيزيائي. فهمت؟ لأن المجال الإنساني هو أيضا مجال القيم. قص على ذلك بالنسبة للمنهج الريالي. يعني حين نعامل الإنسان كمفهوم، هذا لا يعني أن الإنسان من جهة أخرى ذات. ولهذا يعني استعمال المنهج التجريدي يعني المنهج الرياضي في العلوم الإنسانية هو أيضا استعمال يقتضي احترام ما يتميز به الإنسان من خصوصيات. ولهذا إذا كان تعامل الفيزيائيين أو البيولوجيين مع مواضيعهم رياضيا تعاملا قد حقق جملة من النجاحات التي لم تصطدم بجملة من المصاعب كالتي اعترضت يعني استعمال المنهج الرياضي في العلوم الإنسانية، فإن هذا يعود إلى ما يتميز به الإنسان من خصوصيات. لماذا؟ لأن المجال الإنساني خاصة من يعني سأجيبك إجابة ترتبط بمسألة الرياضيات التي سأخصص. تعرف كيف أننا مثلا استعمل الرياضيات في المجال الإنساني بشكل جداول اقتصادية أو بشكل معناها رسوم بيانية أو في شكل معناها يعني منهج نعتمده في دراسة الإنسان. تعرف أن بعض الأعداد مثلا الإحصائية قابلة للزيادة والنقصان، وهذا يرتبط باعتبارات إيديولوجية، اعتبارات سياسية، اعتبارات اقتصادية ثانية، وإمكانية استعمالها للرياضيات كمنهج. هل يمكن ظهور منهج آخر يعطي أهم نتائج هذا ما تؤكد عليه الفلسفة دائما؟ يعني إمكانية البحث في منهج خاص بالعلوم الإنسانية هي إمكانية ستعيد من جديد طرح مسألة الحضور الفلسفي، والتأكيد على أن الإنسان يجب أن يعامل كذات، والذات تفهم أو تحدث ولا تفسر. وإثارة يعني مثل هذا النوع من المسائل هي إثارة تتعلق أساسا ب أما بالرجوع إلى المنهج الذي حدده ديكارت، نجد ذلك من خلال موقف هوسيرل مثلا أو موقف ديلتي،
وهم يؤكدون على أن الإنسان يجب أن يفهم أو يجب أن يحفظ. ومستوى ثالث، هناك نوع من الحد من هذا النزوع نحو العقل وإعطائه الأولوية ويعني وضعه وما هي أي الذوات. والعلم يعني مجرد نظرية ثابتة يعني برهانية ولم يعد ذا قيمة منهجية فحسب، وإنما هو طريقة علاج تقليدية هي تفرض نفسها علينا بحكم قيمتها المعرفية وبحكم قيمتها المنهجية وبحكم قيمتها العملية. واضح؟ هل يمكننا أن نماثل ما بين الإنسان كما تتحدث عنه العلوم الإنسانية والإنسان كما تحدثت عنه الفلسفة؟ وهل يقتضي توازن العلوم الإنسانية الإبستيمولوجي ضرورة احتكامها إلى نموذج علمي؟ الفلسفة تتعامل مع الإنسان يعني إما كمفهوم يعني كما هي عفوا، وإما يعني كما هي أو كذات أو كجوهر، وإما أن تتعامل معه كقيمة. الإنسان يعامل في الفلسفة كقيمة أو كغاية. فالفلسفة اليوم تنقد يعني العلوم وتنقد يعني الاستخدامات الإيديولوجية للعلم، وهي استخدامات تنظر إليها الفلسفة على أنها تسير في اتجاه مضاد للإنسان، حيث يعني هي استخدامات يمكن أن تشيئ الإنسان ويمكن أن تستغله إلى غير ذلك. هذا من ناحية. بينما العلوم تتعامل مع الإنسان كموضوع أو كمجال يجب تحديد القوانين المتحكمة فيه، ولهذا ليس هناك يعني من مبرر الحديث عن مماثلة أو عدم مماثلة. لماذا؟ لاختلافات منهجية، المنهج الفلسفي تأملي أو نقدي أو شكي أو حواري إلى غير ذلك، بينما المنهج العلمي إما أن يكون يعني منهجا رياضيا أو منهجا يعني تجريبيا أو غير ذلك. ولهذا ثم ليس هناك إمكانية للمماثلة على مستوى مثلا الغاية، يعني غاية العلم هي إيجاد النظام الذي يحكم الإنسان، بينما غاية الفلسفة هي أن يحدث عن الإنسان تقييم أو معنى. بالنسبة للسؤال الثالث، هل يقتضي توازن العلوم الإنسانية الإبستيمولوجي ضرورة احتكامه إلى نموذج علمي؟ نموذج علمي؟ إلى نموذج علمي، يعني هل يمكن مثلاً للعلماء تقصدين هل يمكن للعلماء في المجال الإنساني عموماً يعني اعتماد